السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح الجمال، صباح العسل على هوت تايل. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في بداية الفيديو نصلي على النبي عليه افضل الصلاة وازكى السلام. طبعا يا رجالة، بقالنا كتير قوي ما صورناش في البلكونة، والناس كتير قوي طلبت مني يا محمد صور في البلكونة عشان البلكونة وحشتنا والسلاكة وحشتنا والحمام وحشنا. فطبعا انا ما اقدرش ارفض لكم طلب، والنهارده ان شاء الله الحلقة هتكون عن السلاكة، وان شاء الله بعد كده هنعمل نشوف بقى احنا كنا بنعمل ايه فوق. تمام كده يا رجالة؟ فطبعا في بدايه الفيديو طبعا انا بنفذ لكم طلباتكم، وانت كمان ما تحرمنيش من اللايك بتاعك الجميل، عايزين الفيديو ينتشر واكتر ناس تشوفه. طبعا الفتره الاخيره يا شباب عملنا شويه تغييرات كده، طبعا والنهارده هنعمل شويه تغييرات برضو، فما حبيتش اعملها الا وانا وانتوا معايا نعملها مع بعضينا بقى كده. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين هنا دي النتايه اللي هي فرخي، اللي هي بنت الذكر ده اصلا، تمام، اللي كانت محطوطه في العين دي مع الحمام ده. تمام كده يا رجاله، طبعا كشف النتاية واديتها لابوها، بناخد منهم بس حصويتين كده اهوت، وبعد كده هنغير ايه الدم بتاعهم. طبعا زي ما انتم شايفين اهو، بسم الله ما شاء الله، اول لما خدها حصد منه على طول، يعني ما كملوش والله 7 ايام مثلا او 5 ايام كمان. طبعا اهو النتاية راحت رعدت على الحصى اهو، قعدت في الطاجن. تمام، دي اول خطوه انا عملتها وانتم مش معايا، بقى الخطوات بقى ايه هنعملها مع بعضينا. طبعا دول كده كشفوا نتي. حصل برضو موقف امبارح، انا كنت بنضف امبارح يا رجاله، والطواجن كلها اتدشدشت، الطواجن بتاعت الحصى، فهنجيب طواجن تاني. تمام، عشان ما حدش يقول لي انت مش حاطط طاجن ليه. طبعا الزغلول دوت بدا يعتمد على نفسه وبدا ياكل ويشرب لوحده، فاحنا هنفطهم. تمام، والقص الكريزليات دول برضو تحتهم زغلول، والمكلف بتاعهم اتدشدش برضو امبارح، وبرضو الزغلول بتاعهم اهو كبر ما شاء الله وبيعتمد على نفسه، برضو هنفطهم. والنتاية ديت البطل بتاعنا بصراحة ربنا، والله العظيم النتاية ديت بطل، طلعت الزغلولين لوحديها من وهم عمر 2 يومين تقريبا، هي اللي مطلعهم لوحديها، ومطلعهم بسم الله ما شاء الله صحتهم كويسة مش معدومين يعني. فطبعا برضو هنفطم الزغلولين اللي تحتيها دول. وبرضو يا شباب ده ذكر، ده كشف ذكر، الذكر الكريزلي ده، فاحنا ايه هنديله النتاية الكريزلية دي. ماشي كده يا رجاله، ف نتوكل على الله كده بقى ايه ونشوف احنا هنعمل ايه. طبعا دلوقتي يا رجاله احنا هنبتدي بقى الشغل. تمام، انا مش انتوا الحمد لله يعني كده شايفين كويس. تمام، نبتدي كده بسم الله. طبعا اول حاجه دول هيفضلوا زي ما هم، هناخد الزغلول البنيدي ده. طبعا الزغلول البنيدي ده في ناس كتير قوي تقول لي هو صغير، لا البنايده بتبقى قصيره يا شباب. تمام، فهو الزغلول صغير بس بيعتمد على نفسه، بياكل ويشرب لوحده، وانت برضو بتبقى متابع حاجه زي كده. بص الزغلول ما شاء الله برضو قصير. تمام، ابتدى يكسي تحت باطه او تحت جناحه من الناحيتين اهو، كساه. ماشي ماشي كده يا رجاله، فده طالما بدا ياكل ويشرب لوحده يبقى تفطمه عادي. تمام، طالما اعتمد على نفسه في الاكل وفي الشرب. طبعا احنا هنحطه مع الزغلولين دول، وبعد كده خدنا النتايه، النتايه الكريزلي. تمام يا رجاله، هنلقيها على الذكر الكريزلي اللي فوق ده. ماشي كده يا شباب، اديناها للذكر. طبعا الذكر ما معهوش نتايه، وده اول جواز لي وبقاله فتره بدا يزوف عليها اهو، والنتايه بقالها فتره ما معهاش ذكر وتحتيها الزغاليل، فهم الاثنين طالبين شغل. انا برضه هوريكم دلوقتي هم عايشين ازاي دلوقتي. الزغلول ده اهو بدا زي ما حضراتكم شايفين يكسي تحت بطنه، كاسة خالص اهو، وبقى بيعتمد على نفسه في اكله وفي شربه. اوعى، كنا هندقلك دلوقتي يا رجاله. حط بقى الزغلول مع باقي الزغاليل. تمام كده يا رجاله، الزغاليل كده كلها في عين واحده. ماشي، والذكر اهو بيجور على النتايه زي ما حضراتكم شايفين اهو، الذكر بيزوف على النتايه والنتايه بتجري منه. طبعا ده اول شغل ليه، بيبتدي ان هو يفرض سيطرته عليها زي ما انتم شايفين اهو، بيشخور عليها. النتايه برده مش مدياله سكه، اللي هو حبه دلع من اللي اتمنع. تمام كده يا رجاله، ودول القص دول كده هيبتدوا شغل تاني، شلنا من تحتهم الزغلول ان شاء الله هيبتدوا شغل تاني، والقص ده برده هيبتدي شغل تاني. تمام، والقص ده ممكن يكون الذكر ده سك النتايه تقريبا. تمام، طبعا معلومه برضو للناس
الدكر بيبدا يسك النتايه اول لما الزغلول بيبتدي يكس تحت باطه ريش، تمام؟ فبيبتدي الدكر يسك منه، يسك على النتايه تاني. فانت لو مش عايزهم يحصوا بتشيل الدكر من النتايه. دي برضو معلومه للناس اللي ايه اللي غاوى فرخ. ماشي كده شباب، وادي برضو الثلاث نتي دول، والدكر ده عايز ياكل اهو. طبعا احنا ده ميعاد اكلهم، احنا خلفنا الميعاد بقى من بالليل للصبح، تمام؟ طبعا بتجوع برضو لما تيجي تخلف الميعاد بتجوع. ماشي كده يا رجاله، فاحنا هنحط لهم دلوقتي الاكل مع بعضينا ونملى لهم المسق بتاعته. ماشي كده يا شباب، خليكم معانا. طبعا يا رجاله احنا دلوقتي ملينا المسايه بتاعت الحمامه اهي، غسلناها ومليناها، تمام؟ كل قص طبعا زي ما انتم عارفين ليه المسقه بتاعته، ما بتلخبطش المسايه. هنبتدي برضو نكلف الحمامة دي، المكالف مغسولة ومتزبطة طبعا زي ما انتوا واخدين على ان المكالف بتبقى مغسولة كويس جدا. امسك اي مكلف تلاقيه بيبرق، تمام؟ طبعا الكلفة دي احنا لسه جايبينها، هنقلبها بالطريقة دي لان انا بجيب كل حاجة لوحدها، ما بجيبهاش متدربة على بعض. نبتدي نحط وجبة كل قص، قلنا كل فرد بياخد كبشة مثلا زي كده، تمام؟ طبعا يا رجاله احنا دلوقتي هنحط الاكل بقى للحمام، عشان حصل شويه تغييرات ففي لخبطه بس في ايه في مقادير الكلفه في كل طبق. ادي زي ما انتم شايفين ده بتاع القص هنا، وده بتاع القص اللي فوق، ده بتاع النت، وده بتاع الزغالي. يعني الحمام بيكلف اهو مع ان احنا خالفين ميعاده، بس الحمام بيكلف عادي طبيعي جدا اهو زي ما انتم شايفين. هنا بسم الله ما شاء الله بياكل اهو. هنا طبعا الزغاليل اهي ما شاء الله بتاكل، طبعا معتمدين على نفسهم، كلهم معتمدين على نفسهم وكلهم بياكلوا بنفسهم، تمام؟ وادي زي ما انتم شايفين القص ده برضو ايه بياكلوا، كله ما شاء الله بياكل. حط المكلف في نص العين كده بحيث ان هم كلهم يعرفوا يقفوا، كلهم يعرفوا ياكلوا، تمام؟ ادي زي ما انتم شايفين اهو، اللهم صل على النبي، الزغاليل كلها بتلقط اهي، تمام كده يا رجاله. طبعا دي كانت حلقتنا النهارده واخر التطورات في السلاكه، وطبعا ما تقلقوش انا مش هعمل حاجه من غيركم. طبعا ربنا يزيد الناس كلها، وربنا يدي ويطعم كل الناس. ماشي كده يا رجاله، متنسوناش في دعواتكم، وتعمل لايك للفيديو طبعا، وتشترك في القناه لو انت اول مره تتفرج علينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.